مساء الخير. سؤال تنطرحوه هاد الأيام، واش أمريكا عفوا بلد عنصري؟ قبل ما نجاوب غادي نعطي بعض الحقائق. كيف ما شفتهم أو كيف ما عرفتهم ربما يساعدونا على فهم الصورة قبل ما نخرجوا بالسيد المنتجات، أو نكونوا قادرين نجاوب على هذا السؤال بمعقولية أكثر وبمصداقية أكثر. المظاهرات اللي خارجة في الولايات المتحدة الأمريكية كيف ما الحادثة بنفسها ماشي جديدة في المجتمع الأمريكي، هذا أمر تيحصل في سنين وأكيد غادي يحصل في المستقبل. هذه المرة الوضع مختلف بحكم أن الجريمة بنفسها كانت شوية أو كتير قاسية جدا، وردة الفعل كانت كذلك قاسية جدا. هذه المرة علاش مختلفة وعلاش هذه المرة كاينة الحدة؟ أولا طبيعة الجريمة بنفسها، السيد فلويد الله يرحمه مات بشكل شنيع، والشرطي اللي قتلو قتلو بشكل يعني شنيع، يعني مجرد من كل تصور أو إطار أو فكرة أو شعور بالإنسان، يعني جريمة وقحة وبشعة وصعيب أننا نقبلو حقيقة أن كاين بحال هاد البشر تيعيشو معنا. رد الفعل السلطات، لأن في الأول ما كانت شي رد فعل، ثم بعد 24 ساعة الإعفاء، ثم تحت ضغط الشارع المتابعة بتهمة القتل، وردود فعل ترامب رئيس دولة شعبوي. مسائل بحالة دي معقدة ما سيصعب عليه يتعامل معها، كيف ما في الموضوع ديال كورونا، وهذا حال الشعبويين جميعا. لما تجي الأمور معقولة اللي تتبغي بعد نظر وتتبغي فلسفة الحكم وتتبغي استراتيجية وتتبغي فن الخطابة وتتبغي قدرة على التواصل وتتبغي الريادة، فتلتقدهم في هذا النوع من الرؤساء. واش الولايات المتحدة الأمريكية عنصرية في ضوء موقع عنصرية بشكل اللي جميع المجتمعات عنصرية، بمعنى أن رفض الآخر ماشي شي حاجة اللي تتعيشها فقط أمريكا، هذا جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ. تنفهموا العنصرية الآن في بعد ثقافي ولا أكاديمي أكثر، يعني كلمة عندها دلالة دابا الآن أبعد، ولكن الفعل في ذاته والفكرة الأساسية فكرة أننا نرفض شي حد فقط لأنه مختلف علينا، هذه موجودة في كل الثقافات وفي كل الشعوب، وتختلف الحضور ديالها والحدة ديالها من مجتمع لمجتمع آخر. أمريكا العنصرية بشكل اللي احنا عنصريين، أو بشكل اللي الفرنسيين عنصريين والإيرانيين عنصريين. هاد البلاد الميريكان تتقبل بالآخر ولكن بشكلها الخاص، بمعنى أنها تتقبل بالأعراق، تتقبل بالألوان، تتقبل بالديانات، والدولة تتعامل الأفراد كاملين بشكل متساوي، وهذه تجربة شخصية وتجربة الناس اللي عاشوا تما أكيد تيشاركوني فيها. ولكن كل مجموعة بشرية تقريبا تعيش باستقلالية عن المجموعة الأخرى، بمعنى تمشي تلقى الحي اللاتيني، الحي اللي تعيشوا فيه العرب، الحي اللي تعيشوا فيه البولونيين، فكنا كمجموعات مختلفة في الديانة ديالنا، في الثقافة ديالنا، في التقاليد ديالنا، في الأعراق ديالنا، في طقوسنا، في لوننا، تنعيشوا بحرية وباستقلالية، ولكن الاحتكاك أفقيا قليل. نادرا تتلقى مثلا مرأة من السود الأمريكي مزوجة برجل أبيض أو العكس، ونفس الشيء تهم جميع الأعراق. ف
هذا معطى لازم نفهموه هو أننا سنعيش الاختلاف وفي نفس الوقت سنعيش نوع من 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 حضورة الهوية. فنحن متعايشين بمعنى كل حد تيعطي ولا كل مجموعة تتعطي قرار للمجموعة الأخرى والدولة هي اللي تتسهر على هذه المسألة وضمان هذه المسألة هذه. واش أمريكان عنصرية فقط لأن الأمور خرجت لهذا الشكل؟ فجزء من أجزاء أو عنصر العناصر التي تفسر هذا الشيء اللي وقع هو أن هذا المشكل وقع من بعد أو في ظرف اللي تنعيشو فيه الوباء. المجتمع الأمريكي مجتمع تيبغي يخرج القصاص، تيبغي يخرج يلعب كما تنقولو زهوانيين الناس. ففكرة الحرية بغض النظر على البعد الفلسفي كشيء يعاش، فالمجتمع الأمريكي تيبغي شوية الحرية جزء منه مستوى الفردي ومستوى الجماعي، فتحصروا شهرين ولا شهرين ونص فكان صعيب وكان ضغط نوع من انفجار. وفي نفس الوقت الوباء والحجر تعني مشاكل اقتصادية، فكان كذلك ضغط على الناس مستوى الاجتماعي. أمريكا ماشي المغرب تنعاونو بعدنا وشي حد ما عندوش راه خوت يعاونو ولا ختو ولا هادي ميريكان ما عندكش الفلوس ممكن الزنقة، فدونك ممكن تصورو الضغط الرهيب اللي على فئة عريضة من المجتمع. فكانت هاد كان هاد الاندفاع وكان هاد الحماس وكان هاد القوة. ف مرة أخرى الحادث ماشي معزول، ساهم فيه ترامب بنفسه، ساهم فيها بالفعل السلطات بنفسها، جا في ظرف الناس عندها استعداد للفوضى للخروج لأن الناس تتعاني نفسيا وتتعاني كذلك اجتماعيا. الحادث كان شنيع وما كان يمكن إلا يخلق أجواء بحال هذه. أمريكان عنصرية نعم، ولكن لا تشكل انا تنشوف بحال الى حد ما التجربه ديال الافارقه اللي تعيشوا في المغرب، تعيشوا معنا في العمارات، تياكلوا تيشربوا ما تيمسوا حد ما تيدير معهم حتى شي واحد، ولكن في نفس الوقت حنا ما تنختلطوش معهم او لو وصلنا نتزوجوا منهم او لا يتزوجوا منا. ف نوع من 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 التقار ان واحد النظام تيصوبك تيعطيك فرصه الحياه وفي نفس الوقت تيخلي بعض الحدود بين كل مجموعة سواء دينية أو ثقافية أو عرقية ومجموعات الأخرين. تحياتي وإلى اللقاء.